وهي رجعنا نعيش بهالحارة المعتة. يلا خلص. جوري احكي لجهاد بيك اللي صار، وقولي له اختك قلعتنا بيروح بهد القصر على راسه، اكيد هو ما رح يرضى ابدا. جهاد ما بيتدخل بهالقصص. معقول ما يطلع بيده شي؟ يلا روقي وخلينا نعرف نفكر. وقفي يلا، انا بفتح مسكي الشاي. نملوا رجلي من القعدة. اوف. اهلين. لا اهلين ولا سهلين، شو هالحكي اللي قلتيه على التليفون؟ لك كنت عم فكر كيف بده يساعدنا البيت لما يجي الصبي، وهلا طلعوا لي اهلك بالسحبه؟ لك شبك صوتك خلص. نحن ثلاثة وهن أربعة صرنا سبعة، بيت بأوضتين، كيف بده يساعدنا ليلي؟ خلص اسكت. عمي؟ تصبحوا على خير ابني، نحن كنا قايمين نمشي. لا بابا لا تروحوا. أنا في إلي رفقات كتير وراح نلاقي بيت يكون مناسب نقعد فيه نحن الأربعة. عمي معقول تطلع بهذا الوقت؟ أنا هلأ كنت عم أقول لمسعودة أهلك هنن أهلي، وإذا اضطر الأمر يعني نحن نطلع ومندبر أمورنا بشي بيت. أنتوا فهمتوني غلط، هالبيت بيتكن ابني، والله أكيد ما رح يتخلى عنا. يلا يا بنات. بابا 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 الله يخليك، استنى شوي. بابا أنت فهمته غلط، كرمالي خليك. لدي حالك يا بنتي، وخلي حفيدي يرتاح. بابا لا تاكلي هم، كل شي بيلتقى له حل. ماشي مسعودة حبيبتي، ما في شي. رؤي نحن بنحكي معه. ماشي رؤي اختي. ليش شو عم تطلعي؟ ها؟ أنا شو اللي عملته؟ بعد كل اللي قلته وعم بتقول شو عملت؟ لك قلعت الرجال من بيته. لك حاج تعيطي بقى. أنت قلعت أبي وما بدك ياني عيط كمان؟ أنا كيف بدي أطلع بوش أبي وإخواتي؟ مسعودة أنت منيحة؟ يا ربي دخيلك، ليش هيك صار؟ مسعودة هارون بيك، أنا بتشكرك من قلبي لأنك ساعدتني بيومي الأول. تصبح على خير دكتور عمر. وأنت بخير. العفو عمر بيك، هذا واجبي. حضرتك كمان تعبت كتير. أبدا ما تعبت، هالشي كان ضروري لحتى أتعود على المستشفى. يلا بحكي معك بكرة وبشوفك. تصبح على خير. وأنت بخير يا أبي. ساعدونا بسرعة. يلا عمر عمر هبا يلا اجيز اجيز حبيبي. طولي بالك يا بنتي طولي بالك. شو الموضوع؟ انا بشتغل هون. بحكي حالي بالشهر السادس وصلت الاربع مدى. معلش يا بنتي دخيلكم، لا تخلوا ابني يروح مني. دخيلكم تمام تمام، اهدي شوي. خبروا قسم الولادة فورا، عجلوا يلا. حاضر. يا عمري يا جوري، صدقيني بحبك كتير وبعشقك، بس ما عم اقدر جمع مصاري يكفونا.